جماعه اتاخروا يا عبد الله. جايين هيروحوا فين يعني؟ خير خير يا مالك خير. فاصل يا مالك. مش نشار عبد الله، خلي الرجاله يطلعوا بعربيات السلاح. وفي ايه؟ هما يستلموا من بعيد لبعيد ولا ايه؟ احنا كده كده مش واخدين فلوس. يلا يا رجاله، عربيتين السلاح يفضوا الحموله ويرجعوا. عينينا معلم عبد الله. يلا حرك امبابه. يلا يحصل يا عبد الله، ايه اللي بيحصل؟ يحصل زي ما يحصل. محدش يضرب. صحيح يا اولاد، يصير الحي يتلاقى. اموتك يا مهران. عبد الله، عارف يا عبد الله إن الطلقة دي كانت هتبقى أغلى طلقة ضربتها في حياتك، بس المعلم بتاعك واعي وفاهم وعارف أنا مين ومين اللي ورايا، مش كده برضو؟ عموماً أنا هسامحك المرة دي. تاني مرة أضرب عليك نار والطلقة تبوش، بس التالتة تبدأ يا مهران، حط ده في دماغك، التالتة تبدأ. أنت؟ أنا. أنت عارف إن أنت دلوقتي ريحت قلبي؟ لو انت اللي ضربت عليها نار في المره الاولانيه، ده انا ظلمت فيها ناس كتير. دي طلعت من البير كيف؟ مش قلت لك بيصير الحي يتلاقى؟ احنا لسه هنقعد ونتكلم. انت عايز تخلص كل حاجه كده من اول مقابله؟ بضاعه وصلت. وصلت وتسلم ما جايبك. احنا عايزين نعمل اجتماع بقى كده عشان نقسم السوق بيننا، ولا هو هاني بيه ما قالكش؟ لا، قال لي على كل حاجة. هنقعد ونتكلم ما تستعجلش. يا ريت بقى تروح مع رجالتك، عشان انت لما بتمشي لوحدك بتبقى ملطشة. حبيبي يا عبد الله، خايف علي؟ عموما انا هسمع كلامك وامشي مع رجالتي عشان ما بقاش ملطشة. سلامة يا صقرتي. كنت خلصت عليه وخلصنا. ما ينفعش يا عبد الله، ما ينفعش. هاني بعته عشان عارف اني ممكن اموته، عايز يحملني دمه قدام سوق السلاح، وانا مش هقتله الا لما اعرف هو طلع من البيل كيف. يلا يا رجاله، يلا. حلوة المفاجأة يا صقر، صح؟ فمن كده يعني جنابك بعت حد للبيت عندي وطلع مهران من القبر اللي أنا دفنته فيه؟ كان نفسي، بس لو الموضوع ده إجابته تهمك هتلاقيه عند مهران. عموما إحنا وصلنا البضاعة لمهران، وزمانه دلوقتي بيشوّنها.